أهلا بكم مشاهدينا. مرة أخرى انتقدت بكين اختيار الولايات المتحدة واختبارها صاروخي الأخير، معتبرة أن هذه الخطوة تكشف النوايا الحقيقية وراء انسحاب واشنطن من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم أنه لم تمضي 3 أسابيع على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ حتى أعلنت عن اختبار صاروخ كان محظورا بموجب المعاهدة، وهو ما يؤكد الأهداف الحقيقية حقيقية لانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة والمتمثلة في التحرر من أي قيود والتطوير الحر للصواريخ المتقدمة والرغبة في تحقيق التفوق العسكري. وحذرت الخارجية الصينية من أن الاختبار الأمريكي سيطلق سباق تسلح جديد وسيؤثر سلبا على الأمن الدولي. على كل حال، عبر الهاتف المزيد من المتابعة ينضم إلينا سيادة اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيادة اللواء أرحب بك. اهلا بكم. مساء النور يا فندم. يعني دعني في البداية أخذ تعليقك أو نظرتك للموضوع بشكل عام وفيما يتعلق بالاختبار الصاروخي الأمريكي. طيب، في شوية ثوابت بسيطة الأول عشان نعرف نقرأ الصورة قدامنا. طبعا، ثابت رقم واحد أنه يعني من شبه المستحيل قيام حرب نووية بين أي دولتين نوويتين، وخاصة إذا كانت أحد الأقطاب الكبرى زي أمريكا، روسيا، الصين، اي دوله من دول، ان كل منهم يمتلك توجيه الضربه الثانيه اللي هي هتدمر العالم كله زي الضربه الاولى بالظبط. فبالتالي كلما زاد الرعب النووي كلما زاد الردع النووي، يعني ما فيش مجنون على راس اي قوه من القوى العظمى او اقل منها هيفكر على الاطلاق في استخدام الاسلحه النوويه. ده الثابت رقم واحد. نعم. طيب، الولايات المتحده بتعمل ايه دلوقتي؟ الولايات المتحدة لو نجد بعد ما انفرضت بقطبية العالم وحددت لها استراتيجية جديدة، هذه الاستراتيجية الجديدة أو هدف جديد أن تكون الولايات المتحدة هي الدولة الأعظم والأقوى على مدى القرن 21 كله. يعني نعم. القرن 21 يبقى قرن أمريكي. طب عشان تحققه تعمل إيه؟ حاجتين، اتنين، سياستين ثبتتهم: أن تزيد قدراتها الاقتصادية، اثنين، اضعاف الخصوم. طيب، تزيد قدراتها، احنا قلنا ان الرعب النووي محدش فيهم هيفكر استخدامه النووي، ولما سقط الاتحاد السوفيتي القديم ما سقطش لا باسلحه نوويه ولا باسلحه تقليديه، ده سقط بالاقتصاد. لما امريكا سحبته في اتجاه لم يستطع ان يجاريها فيه وهو الاقتصاد، فانهار الاتحاد السوفيتي القديم. نعم. يبقى هم دلوقتي بينفذوا عمليه زياده قدراتهم واضعاف الخصوم. طيب، زياده قدراتهم، احنا شفنا اللي عمله ترامب من يوم ما جه، وقابله بوتين، والوقت لو يسمح كنا اتكلمنا اكتر. انما ترامب من يوم ما جه عامل ايه؟ فارد اتوات على كل العالم، من اول عقوبات اقتصاديه على معظم الدول الكبرى، ده غير العقوبات. ده من اول حلف الناتو لما بيقول لهم احنا مش هنحارب، مش هندفع على الميزانيه بتاعتكم، لكوريا، لليابان، للدول البتروليه، كله بيقول له ادفع بالتي هي احسن. ده جزء كده. انما عشان يضعف بقى الخصوم، النقطه اللي جايه دي اللي هي مربط الفرس او بيت القصيد، دلوقتي لما يجي يروح داخل يقول لك ميزانيه الولايات المتحده في العام 2019 716 مليار دولار ميزانيه عسكريه. نعم. ده بيعجز العالم دي كلها. يعني لازم ايه؟ اجروا قصادي بقى وانفقوا وخصصوا اكثر في ميزانياتكم العسكريه. عايز يسحب الصين وروسيا للفخ اللي لعبوا مع الاتحاد السوفيتي زمان، انهم يجروا ينفقوا ميزانيه اكبر على التسليح. يعني احنا لو جينا نبص لميزانيه الصين وهي الدوله رقم 2 اللي بعده على طول، هنجدها مخصصه ميزانيه الدفاع كام؟ 224 مليار، يعني ثلث الولايات المتحده. صحيح، هي وضحت الصوره في هذه النقطه. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء نصر سالم، استاذ العلوم الاستراتيجيه باكاديميه ناصر العسكريه.